من بيروت أغنية تندد بالقتل وتدعو إلى السلام. ضد القتل، أغنية للفنان الأولى سعاد نخلة، أطلقها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى اليونسكو برعاية وزير الثقافة جابي ليون. لتكن صرختنا هذه بداية جادة لمرحلة جديدة في تاريخ التصدي للقتل والعنف، ولنتذكر ونذكر أنه لا داعي لأن نقتل، لا من أجل الحرية ولا من أجل الديمقراطية ولا من أجل السلطة ولا المال ولا بسبب الفقر ولا الحقد والظلم ولا من أجل الشرف ولا من أجل ولا باسم التجارة ولا لأسباب وأسباب ولا حتى باسم الأديان. ليون شكر في كلمته المركز ونخلة على العمل الفني الذي يسلط الضوء على حق أساسي لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة الآمنة والسلام.